خلينا نقول لوزير المالية اللي هو بيمثل الثنائي الشيعي واللي الكل صار يعرف انه هن عم بيحاولوا المستحيل ليعرقلوا التحقيق، جايين نقول له اليوم انه مماطلتك بتعني انك عم بتشارك بالجريمة مثلك مثل غيرك. على الرغم من مطالبة أهالي ضحايا انفجار المرفأ وزير المال يوسف الخليل بتوقيع مرسوم تشكيلات محكمة التمييز، إلا أن الخليل حسم رأيه بعدم التوقيع. وبحسب بيان صدر عنه السبت، فإن المرسوم يتضمن أخطاء أساسية من شأن التوقيع عليه أن يخلق سابقة لبنان في غنى عنها، وأنه سوف يوقع المرسوم فور تذليل العقبات. لم يفصل وزير المال الأخطاء التي تحدث عنها في بيانه، إلا أن المصادر تشير إلى وجود خلل طائفي في تلك التشكيلات. فالهيئة العامة وبحسب الدستور تتألف من 10 غرف يرأسها 5 مسيحيين و5 مسلمين، على أن يكون رئيس الغرفة الأولى هو رئيس الهيئة العامة لمحكمة التمييز، أي رئيس مجلس القضاء الأعلى. أما بعد الطائف وكعرف لم يعد يرأس رئيس مجلس القضاء الأعلى أي غرفة، وهذا ما حدث في التشكيلات الأخيرة حيث لم يجري تعيين القاضي سهيل عبود رئيسا الغرفة الأولى، وبالتالي يكون التوزيع الطائفي للهيئة 5 من المسلمين و5 من المسيحيين، إضافة إلى القاضي عبود المسيحي الذي هو رئيس هيئة محكمة التمييز، وبذلك يكون مجموع الأصوات 5 مسلمين و6 مسيحيين. عمليا كانت تتم التشكيلات لعشر رؤساء غرف ويتقسموا حسب طبعا يعني الميثاقية بلبنان، 5 رؤساء يعني محمديين و5 رؤساء مسيحيين. بين هلالين إذا بدنا نقول، أنا يعني أستنكر دائما تدخل السياسي بالقضاء وتدخل الطائفي بالقضاء، ولكن هذا الواقع اللي موجود. هلأ هالخمسة بخمسة ما عم بينحسب الرئيس الأول لمحكمة التمييز منهم، فبالنظر لهالنص هذا في فريق عم بيقول ليه ما بده ينحسب الرئيس الأول، لأنه عم بيقول النص القانوني علاوة على الغرفة التي يرأسها، يعني هو بيترأس غرفة، وبالتالي بيصير هو بيترأس غرفة وأربعة آخرين مسيحيين وخمسة محمديين. إذا قلنا من 10 ال 11 ما بدنا نحكي فيها، لأن ولا مرة تشكل 11 رئيس غرفة، والعشر الرؤساء اللي عم بحكي عنهم من أيام الرئيس الأول عاطف النقيب اللي ترأس أول مجلس قضاء أعلى وهيئة عامة لمحكمة التمييز من بعد الطائف، وصولا للرئيس الحالي الرئيس الأول الحالي، ولا مرة كان الرئيس الأول يترأس غرفة مدنية غرفة عمليا بالقانون موجودة، ولكن عمليا ما كان يترأس غرفة. هذا يعني قضية حسابات وبراتيك التطبيق شو والقانون شو بهالمعنى هذا. أما المفارقة فهي أن وزير المال السابق علي حسن خليل ووزراء مال سابقين سبق أن وقعوا تشكيلات قضائية جرت وفق التوازن نفسه، فما الذي تغير اليوم؟ أول شيء هيدا أول مرة وزير المال بيستعمل صلاحية الفيتو لحتى يوقف مشروع تشكيلات قضائية، وهيدا شيء كتير غريب لأنه في مال وفي قضاء، فشو العلاقة هاي بهاي؟ وتاني شيء مش وزير المال اصلا ما لازم يمضي هيدا المرسوم، لانه هيدا مرسوم ما بيرتب اي التزامات ماليه. وتالت شيء من الصحيح انه من سنه 2000 لليوم ماشيين بنفس العرف، انه رئيس محكمه التمييز ما بينحسب من رؤساء الغرف العشره، ومره بعد مره كل الوزراء عم يمضوا هيدا الشيء والرؤساء الجمهوريه والحكومه، وبالتالي صار في عرف مستقر بهيدا المحل انه ما في هيدا. ورابعا وهيدا اصلا القضاء ما لازم يكون معني بالتوازن الطائفي اصلا، لانه هيدا الشيء ما بيجوز والى اخره. وبالتالي اليوم يلي عم بيصير ما له علاقه يلي عم ينحكى، هيدي حجه ظاهره. الحجه الحقيقيه هو أنه التوازنات داخل الهيئة العامة لمحكمة التمييز يلي رح تنظر بعدد من الدعاوى يلي مقدمة لوقف الملف التحقيق بقضية المرفأ. فضلا عن القضايا المرتبطة بالمرفأ، فأن توقيع المرسوم يسمح بتعيين أعضاء المجالس التأديبية والهيئة العليا التأديبية المخولة التحقيق مع قضاة محالين إلى هذه الهيئات، وآخرهم المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون.